الحاجات العزيزه اللي قعدت ما تنساهاش من 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 رمضان زمان حتى لتو. قزيل نتاع المعون والطبيب والنظافه ما خ... ماذوك ما نحيتهمش. التو مازالوا عاده فيه. التو مازالوا عاده فيه. اكثر الدار حتى من باب الدار. معناتها تقزدير كل عام تقزر النحار. ما نقدرهم اللي عندي كل عام نقدرهم. والفاح يتعمل في الدار. تعمل في الدار. كل شيء. والحلوة خد صلوحة في. كنت نعمل في الدار تو انا ما عادش نشري وليت. أما قبل في الدار. قبل في الدار نحلوا البقلاوة في الدار ونقليوا المقروس في الدار ونحلوا الغريبة في الدار كل شيء نعمله في الدار تو انا ما عادش نجم. وكان ثم تواصل بين الجيران خد صلوحة. اي مالك كان تواصل. جارتنا تقف غاديكا وتكون متعدي يدق على الباب وتكلمني ونكلمها. وتعاولوا مع بعضكم تعملوا الحلو مع بعضكم. من غادي حتى لهوني ذاك بالقصاعة وناس تعاود. نسى تعاود. من هوني كيف كيف من هوني حتى الحيط الاخر هذا كيف كيف. خليه ترايفني يدخلوا للبيت. وسهرية رمضان كيفاش كانت تقبل؟ الدار نبداو قاعدين في وسط الدار. قبل التلفزة. اي بالراديو. ايه نحطوا الراديو كان غاديك في البيت ونطلعوا ونحطوا غاديك في الدار فوق الكرسي والبريد هكا محطوط الداخل ونقعدوا نصوروا بالراديو ولا عمي يبدا يحكي لنا ونبداو قاعدين نبداو سهرية هذيك ما تتعوضش ما فماش تو ما عادش هكا سهرية هذيك نتاع الكبار. وكانت فما برامج باهية في الراديو خاطر كانت برامج باهية اي كانت نتاع عبد العزيز العربي وكانت نتاع الدعاج وكانت برشا 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 حاجات باهية كانت.